خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري: الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة، إزالة الملابس الخارجية، شرب رشفات من الماء بشكل متكرر، تبريد الجسم بكمادات باردة، تهوية المصاب. الوقاية من الإجهاد الحراري: تجنب الازدحام الشديد أثناء السير، الإكثار من شرب السوائل والماء، أخذ قسط من الراحة، استخدام مظلة فاتحة اللون.